عشرة وسابعة من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوينها. قمة اسطنبول تنتقد إيران وحزب الله مع الدعوة إلى علاقات حسن جوار مع طهران، وروحاني يقاطع الاجتماع الختامي. تظاهرات شعبية في العاصمة اليمنية صنعاء مناهضة للحرب والحصار. وفد الحكومة السورية يلتقي دمستورا ويرفض مناقشة مستقبل الأسد. مكتبة رائد الهندسة المعمارية العراقية محمد مكية في المزاد العلني في لندن. أدان البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي ما وصفه بتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء واستمرار دعمها للإرهاب على حد تعبير البيان. وقد تغيب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الجلسة الختامية بسبب البنود الموجهة ضد بلاده. البيان شدد على أهمية أن تكون علاقات الدول الإسلامية وإيران قائمة على مبادئ حسن الجوار. وفي الشأن السوري أكد البيان ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وعلى إيجاد تسوية سياسية على أساس بيان جنيف. كما أدان المؤتمر حزب الله لقيامه بما وصفه أعمالا إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن وفق ما جاء في البيان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب بضرورة تحويل التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب إلى منظمة فاعلة. وفي ختام القمة الإسلامية قال أردوغان أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها العالم الإسلامي تتمثل في الطائفية والمذهبية والعنصرية والإرهاب. لقد تم قبول توصيتنا بإنشاء منظمة إسلامية عسكرية لمكافحة الإرهاب تشارك فيها جميع الدول الإسلامية، هذا بالإضافة إلى التركيز بأن يكون العالم الإسلامي ممثلا في المنظمات العالمية التي تعنى بمكافحة الإرهاب. هناك نتيجة هامة أخرى في هذه القمة، وهي البيان الذي اتفقنا عليه والذي يعكس في مضمونه حقيقة الحساسيات والموقف المشترك للدول الإسلامية في مواجهة المشاكل التي نواجهها اليوم. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت موافقة الحكومة الألمانية على مقاضاة مقدم برامج ألماني في رد على طلب تركي بمحاكمة المقدم إثر ما اعتبرته أنقرة إهانة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لقد طلبت تركيا مقاضاة مقدم البرامج يان بوميرمان على خلفية جزء من برنامجه حول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الحكومة الاتحادية فحصت هذا الطلب وشاركت وزارات الخارجية والعدل والداخلية ومكتب الاستشارية في هذا الفحص، وتمت الموافقة على الطلب التركي. يلتقي وفد الحكومة السورية برئاسة السفير بشار الجعفري المبعوث الأممي ستيفان دمستورا في جنيف. من جهة ثانية أكد نائب رئيس الوفد المعارض جورج صبرا للميادين أن جولة دمستورا لم تظهر أي إيجابية. وكان المبعوث الدولي نفى ما جاء على لسان رئيس وفد الرياض المعارض أسعد الزعبي من أن نتائج جولة دمستورا الأخيرة على كل من موسكو وطهران ودمشق كانت سلبية. لم ترمي هذه الزيارة إلى العواصم موسكو دمشق طهران أي ظلال إيجابية على عملية المفاوضات، على العكس من ذلك شهدنا تكرار للمقولات السابقة، ويبدو أن النظام وقع في وهم القوة الذي أعطته إياه الطائرات الروسية. وحول المعارك في حلب قال صبرا أن الهجوم الذي تشنه القوات السورية على مواقع المجموعات المسلحة في حلب يعيق محادثات جنيف. ما هو القرار الذي قد تتخذه في حال شنت القوات الحكومية هجوما على حلب؟ لكل حادث حديث، لكن أقول لك إن مزيد من العقبات يعرض الحل السياسي ويعرض المفاوضات للمخاطر. من جنيف ينضم إلينا مراسل الميادين موسى عاصي. موسى، من المفترض أن يكون الآن هناك اجتماع بين وفد الحكومة السورية وبين المبعوث الدولي والوسيط دمستورا، هل رشح أي شيء عن هذا الاجتماع أو حتى حول المواعيد؟ يعني نعم متى ينتهي؟ نعم تفضل.
نعم، في الواقع بدأ الاجتماع بين وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري السفير الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وفريق الأمم المتحدة برئاسة ستيفان دي مستورا المبعوث الدولي الخاص لحل الأزمة السورية. هذا الاجتماع مستمر منذ 4:30 بعد ظهر اليوم بتوقيت جنيف، ومن المقرر أن يعقد بشار الجعفري مؤتمرا صحفيا في نهاية هذا اللقاء، أي بعد حوالي نصف ساعة من الآن، ويليه طبعا مؤتمر صحفي آخر للمبعوث الدولي ستيفان مستورة. على جدول أعمال المبعوث الأممي أيضا اليوم لقاء آخر في ساعات المساء في 8 PM اليوم بتوقيت بيروت مع وفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض. هذا الاجتماع من المقرر وبحسب برنامج الأمم المتحدة أن ينتهي قرابة 9 أو 10 بتوقيت بيروت. إذن هذا هو اليوم الأول الذي تنطلق فيه المحادثات بشكلها التقليدي، أي محادثات غير مباشرة بين الوفدين السوري الحكومي ووفد المعارضة المنبثق عن مؤتمر الرياض. والعنوان الوحيد الذي وضعه ستيفان دي مستورا لهذه الجولة هو البحث في عملية الانتقال السياسي. هناك موقف أو مواقف أمريكية يعني خرجت خلال الساعات الأخيرة حول هذه الاجتماعات، وهناك تعويل كبير على هذه الجولة من المحادثات. سنطلع على الموقف الأمريكي يعني كمان لو سمحت مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باللغة العربية السيد جاريد كابلن. أهلا وسهلا سيد جاريد، ممكن تطلعنا لو سمحت على موقف الخارجية الأمريكية أو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من بداية هذه الجولة من المحادثات؟ قبل هذه الجولة ومنذ بداية الأزمة السورية قال الرئيس أوباما مرارا وتكرارا أن بشار الأسد هو فقد الشرعية ولازم يتخلي عن السلطة، والموقف الأمريكي لم يتغير. قبل يومين الوفد المعارضة وصل إلى جنيف لبدء المفاوضة جادة للتركيز على المرحلة بعد الحرب ولتأسيس سوريا الجديدة، والولايات المتحدة تدعم كمان الاثنين من المعارضة المعتدلة وكمان إجراءات المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة. نعم، بالنسبة للاتصال الذي حصل اليوم بين وزير الخارجية الأمريكية جون كيري ووزير خارجية روسيا السيد سيرجي لافروف، علمنا أن هذا الاتصال تناول بشكل خاص مسألة يعني الميدان السوري، هل لديكم تعليق أو فحوى الاتصال الذي جرى بين الرجلين؟ من الصحيح أن وزير الخارجية جون كيري تكلم مع نظير هو الروسي سيرجي لافروف اليوم عبر الهاتف، والاثنين تكلموا عن الملف السوري وعن ضرورية إنحاء الحرب على الأرض في سوريا من خلال مفاوضات جادة تحت رعاية الأمم المتحدة، وتكلموا الاثنين عن الهدنة وبعد 6 أسابيع من الهدنة على الأرض، وهي ليست مثالية لكن إنقذت حياة البعض، والهدنة مهمة جدا وما زالت مستمرا، وتكلموا الاثنين عن ذلك وعن إمكانية وفرصة أمامنا لإيجاد حل سياسي. وقال الاثنين من سيرجي لافروف وجون كيري أنهم لازم يبدو المفاوضات على الانتقال السياسي فوريا. ما معنى عملية الانتقال السياسي؟ عندما نتحدث بلغة الأمم المتحدة نسمع بعملية انتقال سياسي، عندما نتحدث بلغة المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض نتحدث عن هيئة انتقالية بكاملة الصلاحيات ومن الرئيس السوري بشار الأسد، وعندما نتحدث بلغة الحكومة السورية نتحدث عن حكومة موسعة أو حكومة وحدة وطنية. بالنسبة لكم في واشنطن، ما هي لغتكم لي أو تفسيركم لعملية الانتقال السياسي؟ الولايات المتحدة تحترم بالدعوة يرسلها ستيفان دي مستورا إلى الاثنين من المعارضة والحكومة السورية، وفي الرسالة قال ستيفان دي مستورا أنه يريد يركز على في هذه الجلسة من المفاوضات على 3 نقاط، وذلك الحكم السياسي، الهيئة الانتقالية، وكمان الدستور. فنحن نريد أن بداية المفاوضات اليوم تركز على هذه 3 نقاط، والأهم شيء للولايات المتحدة وللشعب السوري ذلك الانتقال السياسي لإنهاء الحرب ولتأسيس سوريا جديدة تحترم طموحات الشعب السوري. أريد أن أقاطعك يعني علمت من مصادر أمريكية أن الولايات المتحدة يعني في لقاء مع الأمريكيين قبل بعد ظهور اليوم أنه الولايات المتحدة تستخدم عبارة أو توصيف الانتقال السياسي ولا تتبنى أي من الطرحين، لا طرح المعارضة المنبثقة عن مؤتمر الرياض، وطبعا لا تتبنى طرح الحكومة السورية. إذن أنتم تصرون فقط على عنوان العريض انتقال، عملية انتقال سياسي؟ لازم ننتظر نتائج المفاوضات. داخل الصالة ما في إلا السوريين
والأمم المتحدة والمواردة والحكومة السورية. وهذا السؤال للشعب السوري في نهاية المطاف، الولايات المتحدة والروسية وكل شركائنا في الدول المجاورة في دول العربية كمان، نحن نؤيد الإجراءات المفاوضات، لكن التفاصيل للشعب السوري نفسهم. نحترم الشعب السوري ونريد نجاح هذه المفاوضات والإجراءات المفاوضية هنا في جنيف. في الفترة الأخيرة تحدثنا، جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية تحدثت عن بلان بي، تحدثنا أيضا عن معلومات تسربت من الأوساط الروسية بأن هناك مساعدات عسكرية أمريكية دخلت إلى المجموعات المسلحة في سوريا. يعني هل هذا يمكن أن يؤثر على مسألة التفاهم بينكم وبين موسكو بالنسبة للحوار الجاري في جنيف؟ أنا أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة تؤيد الشعب السوري، المواردة المعتدلة ماديا، ولكن ليس هناك بلان بي، خطة بي. حسب ما قال الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري، كل جهودنا نبذلها اليوم هنا في جنيف. الخطة A والخطة الوحيدة هي المفاوضات مباشرة، وذلك حسب الدعوة يرسلها ستيفان دي مستورا. ليس هناك بلان بي ولا A. اتفاقية سرية بين الولايات المتحدة والروسية، نحن نبذل كل جهودنا لضمان النجاح من هذه المفاوضات مباشرة. هل تؤكد أو تنفي مسألة إدخال سلاح أمريكي إلى روسيا في الفترة الأخيرة؟ أنا أريد أن أقول الولايات المتحدة ستستمر في جهودنا لمساعدة توفير مساعدة مباشرة للشعب السوري. ليس هناك برنامج سوري لتسليح الموارد مع أسلحة متقدمة. نحن نعمل بكل شفافية مع شركائنا مع الشعب السوري ضمان الأمان والسلام في سوريا. سؤال أخير سيد جارد، معلومات نشرت مؤخرا حول وصول صواريخ مضادة للطائرات إلى مجموعات مسلحة في سوريا، هذا الأمر كيف ترى الولايات المتحدة الأمريكية؟ نحن قلقين عن أي تقرير عن صواريخ في المنطقة. أحسن طريقة لإنهاء الحرب على الأرض هي من خلال المفاوضات مباشرة بين الطرفين تحت رعاية الأمم المتحدة. نحن نؤيد إجراءات المفاوضات ونحن نريد السلام ونهاية للحرب. استطرادا، ما هو الموقف؟ يعني اليوم نتحدث عن تحضيرات عسكرية، هناك معلومات نشرت خلال الساعات الأخيرة عن تحضير جبهة النصرة ل 9500 عسكري في حلب من أجل الهجوم على مواقع للحكومة السورية، وهناك أيضا يعني هجوم سوري في بعض المناطق من حلب. يعني كيف ترون هذه المسألة، التطورات الميدانية في الساعات الأخيرة؟ تكلم عن ذلك الرئيس أوباما قبل أول أمس، عندما هو قال الهدنة ما زالت مستمرة ولكن هي قابلة للكسر، هي خفيفة، ولازم نركز كل جهودنا لتمديد الهدنة ولنركز على المفاوضات هنا في جنيف. نحن عبر الوزير كاري عن قلقنا الشديد عن تصعيد العنف في شمال سوريا، والرئيس أوباما يدرس الموضوع عن قرب وعنده أمامه خيارات مختلفة وعديدة، وهو في اتصال دائم مع شركائه في الدول المجاورة وفي العواصم حول العالم عن الموضوع. شكرا جزيلا سيد جاريد كابلن المتحدث باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية. إذن كمال، نحن بانتظار نهاية اللقاء بين ستيفان دي مستورا ووفد الحكومة السورية برئاسة السيد بشار جعرفي لمعرفة فحوى ما جرى في اليوم الأول للحوار التقليدي الحوار الحقيقي بين الأطراف السورية في جنيف. شكرا جزيلا لك موسى عاصي مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من مقر الأمم المتحدة في جنيف. ميدانيا في سوريا، حقق الجيش السوري تقدما في حندرات في ريف حلب الشمالي، أصبح قريبا من طريق الكاستيلو الاستراتيجي. في المقابل سيطر داعش على مناطق الشريط الحدودي السوري التركي خلال معارك مع المجموعات المسلحة. تقرير لسارة الحف. أهلا بكم. هجوم واسع شنه الجيش السوري على مواقع المجموعات المسلحة في ريف حلب الشمالي في محاولة لقطع خطوط إمدادها،
نجح في إحداث خرق هام على جبهة حندرت مدعوما بطائرات روسية وسورية. تقدم الجيش وحلفاؤه في مخيم حندرت بعد هجوم من عدة محاور، فسيطر على جزء من مزارع الملاح الواقعة بين حريتان وحندرت، واقتحم الجزء الشمالي من المخيم ليتقدم خطوة نحو طريق كاستيلو الاستراتيجي، إذ يعد خط الإمداد الأخير لفصائل المعارضة باتجاه أحياء مدينة حلب الشرقية، كما أفشل محاولات الفصائل المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة وأحرار الشام لشن هجمات مضادة بهدف استعادة النقاط التي سيطر عليها. أما على الحدود السورية التركية في ريف حلب الشمالي فتتواصل المعارك على أشدها بعدما استعاد تنظيم داعش زمام المبادرة ونجح في السيطرة على عشرات القرى والبلدات التي كان قد خسرها سابقا في معاركه مع المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا، تحديدا بلدة الراعي الاستراتيجية، ليصبح على بعد 15 كيلومترا من معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا. نجاح تنظيم داعش في التقدم نحو الشريط الحدودي السوري التركي والسيطرة على معظم القرى هناك استدعيا تدخل القوات التركية على الطرف الآخر من الحدود وقصف المواقع التابعة لداعش، ما أدى إلى تبادل القصف على طرفي الحدود أوقع عددا من القتلى والجرحى الأتراك خلال الأيام الماضية. مئات العائلات في أرياف حلب تعود إلى قراها بعد سيطرة الجيش السوري عليها في الفترة الأخيرة، والعائلات تسعى إلى إعادة بث الحياة في هذه المناطق. تقرير لرضا الواشة. ينتقيها بعناية، يتشارك مع من حوله لإعادة الحياة إلى هذه الأرض. تدور عجلة الزراعة بشكل متسارع في أرياف حلب، يفضل الأهالي تشبيهها بالبساط الأخضر تعبيرا عن عودة الحياة إلى سابق عهدها. يدرك أهالي الأرياف أن التحديات كثيرة، لكن الأهم هو عودة الأمن. مئات العوائل عادت إلى منازلها في أرياف حلب جنوبا وشمالا وشرقا. سيطرة الجيش على مساحات تجاوزت 60% من الأرياف أعطته القدرة على ضمان أمن المدنيين في قرى وبلدات ريف حلب. صار يرجع كنهار 20 عائلة 15 عائلة 20 عائلة لحتى وصل عدد العائلات، تقريبا عدد الأشخاص أفراد العائلات يعني كبير صغير مجموعه صار 1200 شخص رجعوا إلى مسقان. أكثر من 30,000 مواطن عادوا إلى منازلهم في الشهرين الأخيرين، عودة تنعكس إيجابيا على القطاع الزراعي واقتصاد البلاد، فحلب تشارك بقرابة 30% من محصولات سوريا الزراعية. سمعنا على التلفزيون مطالبة القيادة أن الضيحي آمنة وعلى كافة أخيو المواطنين العودة إلى مساكنهم، فجينا نحن نتفحى هون وجينا الحمد لله بأمان، والله يحميكم وينصركم، وجينا على بلادنا ورزقنا وبيتنا وولادنا. ولعل الأهم يكمن في انتقال المدنيين من حالة النزوح إلى حالة استقرار تعيدهم إلى حياة طبيعية افتقدوها لأعوام من عمر الأزمة. في منطق الدول يعمل العسكر في خدمة المدنيين، عودة المدنيين والأهالي إلى أرياف حلب الشمالي والجنوبي لعلها الخطوة الأولى، تتطلب بعدها خطوات من الإدارات الخدمية والمدنية لتمكن بقية الأهالي من العودة إلى منازلهم. رضا الباشا من قرية مسقان ريف حلب الشمالي الميادين. كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن اقتراح يدعوه إلى نشر مراقبين دوليين مستقلين على الحدود التركية السورية. وأوضح لافروف أن تركيا تنكر وجود مشكلة تأمين حدودها وتحصينها من تسلل المسلحين وتهريب الأسلحة والبضائع. لافروف أشار إلى استمرار عمليات التهريب رغم أن الطيران العسكري الروسي ساهم في تأمين الحدود التركية السورية وتحصينها من تهريب السلاح. رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك مخططا داخليا جهنميا لهدم مصر، يأتي ذلك فيما تظاهر عدد من الحركات والقوى السياسية المصرية احتجاجا على توقيع الحكومة اتفاقية تعطي جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في مدخل خليج العقبة للسعودية. التظاهرات توسعت لتشمل مناطق ومساجد كبرى أخرى بمحافظتي القاهرة والجيزة مثل مسجد مصطفى محمود ومسجد الفتح. القوات الأمنية المصرية حاولت تفريق التظاهرات مستخدمة قنابل الغاز المسيل للدموع. حول هذا التحرك معي الآن مباشرة من العاصمة المصرية مراسل الميادين محمد العارف. محمد، حجم هذه التظاهرات، استمرارها، تأثيرها على السلطة وأيضا القوى السياسية المشاركة فيها. يعني ربما حجم هذه التظاهرات يكمن في معناها وفي قوة هدفها.
تركزت هذه المظاهرات في أمام نقابة الصحفيين وفي محيط النقابة في وسط القاهرة بعد أن تجمعت من عدة مساجد عقب صلاة الجمعة ظهر اليوم، خاصة من مسجد الاستقامة ومسجد مصطفى محمود ومن منطقة السيدة زينب. ربما لم تصل التظاهرات إلى ميدان التحرير، ولكن تم اختيار نقابة الصحفيين نظرا لرمزيتها السياسية والقومية في مثل هذه المناسبات. المتظاهرون كل ما يطلبونه عدول الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري على قرار أو اتفاقية ترسيم الحدود، وهذا ربما هم يتفهموا أنه أن هذه الاتفاقية التي وقعت هي بالأحرف الأولى أو بالقلم الرصاص كما يطلق عليه في مصر، ولكنهم هم يريدون الاتجاه نحو إعلان هذه الاتفاقية على الاستبداء الشعبي كي تمنع الحرج عن الرئيس وعن الحكومة في مثل هذا الموقف الذي وقعته الدولة المصرية، وبالتالي يكون الشعب هو الذي رفض هذه الاتفاقية الخاصة بتسليم الجزيرتين، خاصة وفي ظل أن لم تقدم أي جهة حتى الآن للرأي العام وثائق دامغة ومقنعة تؤكد ملكية أي طرف للآخر، ولكن ربما هم يميلون للجانب الذي كان بالفعل يضع السيادة طيلة عشرات السنين الماضية على هذه الجزر عسكريا وأمنيا وكمحميات طبيعية، وهو الجانب المصري. ونظرا لخصوصية هاتين الجزيرتين من شجون وطني وعسكري وقومي بان حرب مصر مع إسرائيل الطويلة طيلة فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ربما هذا ما يربط الشارع والشعب المصري بهاتين الجزيرتين ويثير لديهم الكثير من الشجون أن هذه هاتين الجزيرتين التي سالت عليهما دماء المصريين من شهداء وجرحى طيلة الحرب مع إسرائيل لا يجب التفريط أو لا يجب التعامل بمنتهى الاستخفاف معهم مع القضية بهذا الشكل من قبل جانب الدولة المصرية. هم لا يرفضون فكرة تسليم صاحب الحق لملكه أو ربما الجزيرتين إذا ثبت أنهما سعوديتان تأخذهما السعودية، ولكن فكرة هم يريدون من الدولة أن يكون هناك نوع من الحمية ونوع من الغيرة على فكرة تسليم الأرض حتى لمن يمتلكهم، يعني يراعوا مشاعر الشارع المصري أو الجانب الشعبي في هذه القضية. طيب محمد، هذه قضية أثارت جدل لدى النخب المصرية ولدى الشعب المصري، الطبقة السياسية الإعلامية إلى آخره. حتى هذه اللحظة، يعني منذ الإعلان حتى هذه اللحظة، التظاهرات أو التحركات الانتقادات تشي بأنها قد تتحول إلى كرة ثلج كبيرة، بمعنى أنها يمكن أن تنتشر، أم هي في إطار الاحتجاج المعقول أو المحدود حتى الآن؟ هذا السؤال مهم بالفعل، يعني ربما هي فعلا كرة ثلج سلمية حتى هذه اللحظة، يعني التظاهرات التي خرجت كلها سلمية تتعامل بلغة الشعارات ولم تتطرق إلى استخدام أعمال العنف، وهذا أمر جيد ويجب التماس العزل هذه المظاهرات وفقا للمراقبين، ولكن ربما لمن يتابع الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي حتى مقاييس ردود الرأي العام كلها، يعني كلها تؤكد أن الغالبية العظمى وتؤكد أن اتجاه الرأي العام كله للرفض، يعني فكرة عدم قبول الأمر وعدم اقتناع الرأي العام والشعب المصري. مركز الأهرام، خبراء مركز الأهرام حتى في تحليلاتهم مع الجانب التلفزيون الحكومي يؤكدون أن الكفة لم تميل أو تقتنع حتى الآن بأن هذه الجزر تذهب إلى السعودية بهذه الوثائق غير المقنعة حتى اللحظة، بمعنى أن الرأي العام حتى الآن لم تميل كفته بشكل كبير أو بشكل واضح أو بشكل مقنع أو مقتنع بفكرة نقل الجزر بهذه السهولة. ربما إذا كانت جزر أخرى ومصر مليئة بالجزر سواء في البحرين الأحمر أو المتوسط كان الأمر ربما يمر مرور الكرام، ولكن نظرا لخصوصية الجزيرتين في حروب مصر الطويلة التي شنتها مع إسرائيل لهما خصوصية وطنية كبيرة جدا بالنسبة لي أن كل بيت مصري ربما وقف على هاتين الجزيرتين في حروب 56 و67 حتى حرب الاستنزاف. أشكرك جزيل الشكر محمد العارف مراسل ميادين، كنت معنا مباشرة من القاهرة. إدراك مشروع فني لفنان فرنسي من أصل تونسي استخدم فن الجرافيتي لتجميل حي فقير هو حي الزرايب في القاهرة، وقد لاقى عمله الإنساني الفني استحسانا وتقديرا من المواطنين. تقرير لبيسان طراف. من كان ينظر من دير القديس سمعان في قلب جبل المقطم شرق القاهرة إلى أسفل هذه المنطقة لم يكن يرى سوى أكوام القمامة التي تملأ كل الشوارع
وتتدلى من شرفات وأسطح المنازل غير المطلية المبنية من الطوب الأحمر. اليوم تبدل المشهد، رسمات الجرافيتي الضخمة غطت أجزاء من جدران نحو 50 منزلا في منطقة الزرايب التي يعيش أغلب قاطنيها على جمع القمامة من مختلف مناطق القاهرة ثم فرزها وبيعها مرة أخرى لمصانع إعادة تدوير المخلفات. هم في البداية مش فاهمين، معنا قالوا شو أوكي احنا مرحبا بكم، ولما خلصنا أنا طلعت من الدير الفوق في جبل وشافوا واستغربوا وقالوا اوكي احنا ما عندنا فكرة بتكون كذا، وحنولا فرحوا. السيد فنان فرنسي من أصل تونسي اعتمد في رسوماته على الخط العربي منسجما مع واقع المنطقة. استخدم في رسمه الدائري عبارة تقول إن أراد أحد أن يبصر نور الشمس فإن عليه أن يمسح عينيه. أنا دايما نحكي عن التجربة الإنسانية اللي صارت، مش على المشروع والتحدي الفني، معنا أهم شيء اللي صار ما بيننا وما بين الشعب هنا في هذه المنطقة. هما ناس قوي وفخورين بنفسهم، فهمتني؟ وأنا حبيت نوصل هذه الرسالة. هم الناس المنطقة البرة من منشية نصر يسموهم الزبالين، أما هما مش الزبالين، هما اسمهم الزرايب، وهما يقولوا الناس البرة هما الزبالين عشان الزبالة جاي من برة، جاي من القاهرة. عندهم هم شعب مهم، فهمتني؟ وهي رحمة، بدون هذا الشعب ما القاهرة كلها تكون زبالة. تنفيذ العمل الذي حمل اسم إدراك استغرق 3 أسابيع، لكن الإعداد له استغرق عاما كاملا بمشاركة فريق كبير من فنانين تونسيين وجزائريين وفرنسيين، جاءوا جميعا من فرنسا وانضم إليهم عمال مصريون. توافد 10,000 المواطنين اليمنيين إلى شارع المطار بالعاصمة صنعاء للمشاركة في مسيرة جماهيرية بعنوان مسؤولية أحرار العالم إيقاف العدوان والحصار. وكانت اللجنة الثورية العليا دعت يوم الأربعاء الماضي إلى الخروج في مسيرة حاشدة عصر اليوم. وأكدت اللجنة أن الهدف من هذه التظاهرة هو إيصال صوت الشعب إلى كل أحرار وشعوب العالم حول ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار وفق تعبيرها. ميدانيا، سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج بعد طرد عناصر القاعدة منها في حملة عسكرية ضخمة شاركت فيها مروحيات التحالف السعودي وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني. ومباشرة مشاهدينا ننتقل إلى جنيف لنستمع إلى رئيس وفد الحكومة السورية المفاوض دكتور بشار الجعفري. بعد قيامه بأداء استحقاقه الانتخابي في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، The delegation of the government of the Syrian Arab Republic arrived today around noon in Geneva after completing the role in the parliamentary elections in Syria. هذه هي الجولة الثالثة من الحوار السوري السوري غير المباشر الذي يجري بإشراف المبعوث الخاص، المبعوث الدولي الخاص السيد ديمستورا في جنيف. This is the third round of the inter-Syrian proximity talks under the auspices of the special envoy of the United Nations Mr. Demistura in Geneva. انخرطنا في جلسة حوار مع المبعوث الخاص مباشرة بعد وصولنا إلى جنيف اليوم. We took part in the dialogue in a session that we held with the special envoy just after we arrived in Geneva. عقدنا جلسة من الحوار والمحادثات مع المبعوث الخاص أستطيع أن أصفها بأنها بناءة ومفيدة. We held a session of dialogue and talks with the special envoy that I can say was constructive and fruitful. ناقشنا مع السيد المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا ورقته هو حول المبادئ الأساسية للحل السياسي في سوريا.
We discussed with the special envoy, Mr. Demistura, his paper on the fundamental principles for a peaceful solution to the crisis in Syria. وهي الورقة التي كان قد سلمنا إياها في آخر يوم من محادثات الجولة السابقة. Which is a paper that he had submitted to us on the last day of the last round. وكانت مبنية أساسا على ورقة وفد الجمهورية العربية السورية التي كنا قد سلمناه إياها في اليوم الأول من جولة المحادثات الثانية. That paper was based on the paper that our delegation had delivered to him on the first day of the last round. اليوم نقلنا إلى السيد المبعوث الخاص التعديلات السورية على ورقته. Today we submitted to Mr. Demistura the Syrian amendments to his paper. وطلبنا منه أن يدرسها هو وفريقه ومن ثم أن يتدارسها ويعرضها على الأطراف الأخرى. We asked him to examine the paper with his team and then submit it for review by other groups. سنعاود اتفقنا مع السيد المبعوث الخاص على أن نعاود مناقشة هذه التعديلات معه في الجلسة القادمة التي تم تحديدها يوم الاثنين الساعة 11 صباحا. We agreed with Mr. Demistura that we will once again discuss our proposed amendments to his text the next time we will meet, and that will be on Monday at 11 a.m. سيستفيد السيد المبعوث الخاص هو وفريقه من عطلة نهاية الأسبوع كي ينكب على دراسة ورقتنا بعمق بما يسمح له بأن يعرضها على الأطراف الأخرى وأن يعود إلينا إن شاء الله يوم الاثنين بموقفه من هذه التعديلات. Mr. Demistura and his team will make use of the weekend to study in depth our paper and then submit it to the other groups and hopefully come back to us with his position as to our amendments on this paper. هذا كل ما أستطيع أن أقوله لكم اليوم، وبطبيعة الحال ليس هناك الكثير مما يقال لأننا أجرينا فقط جلسة أولى من الحوار مع السيد المبعوث الخاص، وما زال أمامنا عدة جلسات أخرى في هذه الجولة الثالثة من الحوار السوري-سوري غير المباشر. That is all I can say to you now. There is indeed not much to say, as this was only the first session of a series of sessions that we will have with a special envoy in this third intra-Syrian proximity talk. سنعود إليكم يوم الاثنين بمزيد من التوضيحات والتعليقات حول مجريات هذا الحوار. شكرا لكم. We will come back to you on Monday with further clarifications and comments on the proceedings of these talks. شكرا. إذن كان هذا بيان السفير بشار الجعفري رئيس وفد الحكومة السورية إلى جنيف. النقطة الرئيسية التي تحدث عنها السيد الجعفري هو أنهم سلموا تعديلات على ورقة ديمستورا التي كان قد سلمها لوفد الحكومة السورية في الجولة الماضية بانتظار الرد من قبل الأطراف ومن قبل فريق ديمستورا على هذه التعديلات يوم الاثنين القادم كما تحدث. نواصل نشرة السابعة. إذن ميدانيا سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي على مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج بعد طرد عناصر القاعدة منها في حملة عسكرية ضخمة شاركت فيها مروحيات التحالف السعودي وفق ما أفاد به مصدر عسكري يمني. استمرت خروق وقف إطلاق النار في اليمن في ظل تبادل طرفي النزاع لاتهامات عن مسؤولية الجهة المسببة لذلك.
الجيش اليمني قال إنه نجح في صد محاولة تقدم لقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي باتجاه منطقة ملح في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. مقاتلات التحالف السعودي واصلت خروقها مستهدفة مديرية المصلوب شمال محافظة الجوف، كما شنت غارة هي السابعة على مديرية المتون منذ إعلان وقف إطلاق النار. من جهتها قالت لجنة تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة الجوف إن طائرات التحالف السعودي استهدفت بغارتين مقر اللجنة في منطقة العدبة بمديرية المتون خلال اجتماع أعضاء اللجنة لمتابعة إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار. في تعز تجددت المواجهات بين قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة وقوات الجيش واللجان الشعبية من جهة أخرى في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز ومحيط معسكر الدفاع الجوي ومنطقة المطار القديم غرب مدينة تعز. وعلى الرغم من إعلان الهدنة ما زالت المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية تحذر من خطورة الوضع الإنساني في اليمن، وبحسب تقارير لمنظمة الفاو فإن أكثر من 14 مليون مواطن يمني لا يجدون الغذاء الكافي بسبب الحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على بلادهم. ممثل منظمة الفاو في اليمن أكد أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بلغا مرحلة حرجة للغاية، كما أكدت منظمات دولية أخرى أن 80% من اليمنيين باتوا بحاجة ماسة للمساعدات، حيث أدى القصف إلى تدمير أكثر من 500 مستشفى ومرفق صحي. الولايات المتحدة تدرس طلبا من دولة الإمارات العربية المتحدة حول دعم عسكري يساعد في شن هجوم جديد ضد تنظيم القاعدة في اليمن، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين. وكشف المسؤولون أن الإمارات تجهز لشن حملة على تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وأنها طلبت مساعدة لوجستية خلال القتال ضمن طلب أكبر بدعم جوي ومخابراتي أمريكي. قدمت وزيرة النقل البلجيكية الليبرالية جاكلين غالان استقالتها بعد أن اتهمتها المعارضة بإهمال تقارير حذرت من ثغرات خطيرة في أمن مطارات بلجيكا، حسب ما أوردت وكالة بلجا نقلا عن مصادر رسمية. وأعلن رئيس الوزراء شارل ميشيل أن الملك فيليب وافق على الاستقالة بحسب الوكالة. بعد مباحثات مع رئيس الوزراء أبلغته هذا الصباح بتقديم استقالتي عن منصب وزير النقل. حالة التخبط السائدة خلال 48 ساعة الماضية تمنعني من مواصلة لعب هذا الدور بهدوء. الجميع يزعم أني كنت متراخية ولم أهتم بمسائل الأمن، وهو أمر أثر بي في العمق. فإذا كان هناك أمر واحد أوليه اهتمامي فقد كان دائما الجانب الأمني. في الصومال تتواصل الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الأمريكية من دون طيار، والتي تستهدف معاقل حركة الشباب جنوب البلاد. تقرير لشافع محمد. تتواصل الضربات الجوية الأمريكية ضد حركة الشباب الصومالية، ضربات أتت على المئات منهم، بينهم قياديون بارزون تعتبرهم واشنطن رأس الحربة في جنوب الصومال. التصعيد الأمريكي ضد حركة الشباب شكل محور نقاش في الإعلام المحلي، فيرى مراقبون أنه نابع من قرار أمريكي بتصعيد أعلى يستهدف الحركة. التصعيد ربما هو نتيجة طبيعية لقرارات جديدة اتخذتها القيادة الأمريكية مثل في محاربة الإرهاب في الصومال، لكن البعض حذر من مغبة استهداف مناطق آهلة بالسكان، ويشددون على ضرورة وجود تنسيق عسكري مع الجانب الصومالي للحؤول دون سقوط ضحايا أبرياء. على الجهات الأمريكية التنسيق مع الجانب الصومالي قبل تنفيذ ضرباتهم الجوية وتحديد مناطق الاستهداف من أجل الحفاظ على أرواح الشعب. استمرار الضربات على معاقل حركة الشباب أمر من شأنه أن يعزز قدرة الحكومة الصومالية على محاربة الحركة وتقويض نفوذها في جنوب البلاد. التصعيد الأخير يأتي ضمن استراتيجية تتبعها واشنطن لتصفية الحركة، لكن ثمة أصوات تؤكد أن الغارات وحدها ليست
كافية لحسم المعركة. شافعي محمد مقدشو، الميادين. نشرت جماعة بوكو حرام المتشددة مقطعا مصورا لبعض الفتيات اللواتي اختطفن منذ عامين من بلدة تشيبوك في نيجيريا. الفيديو يرجح أنه التقط في ديسمبر كانون أول الماضي. تقرير بيسان طراف. سنتان من الحزن مرت على سكان قرية تشيبوك في نيجيريا. دموع الأمهات والآباء على بناتهم لم تجف بعد. اليوم يتجدد الحزن والأسى في الذكرى الثانية لاختطاف جماعة بوكو حرام 276 فتاة قاصرة من إحدى مدارس القرية، وقالت إنها ستعرضهن للبيع. الأسى يترافق مع عودة الأمل من جديد بعد إرسال الخاطفين شريط فيديو كدليل على أن المختطفات ما زلن على قيد الحياة، وطلبت الجماعة من المفاوضين مبادلتهن بعدد من المسجونين. هؤلاء البنات لا تخرج من يدنا إلا بعدما تركتم إخواننا في سجنكم. بعض الأسر تعرفت على بناتهن ومعظمهن ما زلن مفقودات حتى الآن. ظهور الفيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات تطالب بإعادة الفتيات. في المرة الأخيرة التي زرنا فيها الرئيس أكد أنه لا يملك معلومات ملموسة عن مكان الفتيات، وأن مشاهد الفيديو تعود إلى كانون الأول ديسمبر. أعتقد أن هذا رد غير لائق ولا يصب في صالح أحد. هذا ليس عادلا. إن كان حقا لا يعلم فهذا يعني الكثير لنا. الأهالي نظموا مسيرة في العاصمة النيجيرية أبوجا لمطالبة الحكومة بالعمل جديا لإعادة بناتهم. مؤتمرنا الصحفي اليوم يهدف إلى لفت أنظار زعماء العالم الحر إلى أن فتياتنا لم يعدن بعد، وأيضا إلى أن حكومة نيجيريا بحاجة ماسة إلى كافة أشكال الدعم العسكري والقدرات الاستخباراتية للمساعدة في إنجاز عملية تحرير الرهينات. الفتيات ناشدن حكومتهن بالتعاون مع المسلحين لإطلاق سراحهن، وقلنا إنهن يتلقين معاملة حسنة لكنهن يريدن الرجوع إلى عائلاتهن، مع العلم أن الجماعة تهددت بإرغامهن على الزواج من المقاتلين أو بيعهن، إضافة إلى أن منظمة العدل الدولية قد أشارت إلى اختطاف بوكو حرام أكثر من 2000 طفل منذ عام 2014، وهي تستخدم الكثير منهم سبايا أو مقاتلين أو انتحاريين. أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن المقاومة الفلسطينية تمتلك أوراق القوة لفرض شروطها على الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين. وفي خطبة الجمعة التي أقيمت أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، أكد هنية أن صفقة وفاء الأحرار مقابل الإفراج عن الجندي الأسير جلعت شاليت هي خير دليل على قوة المقاومة. إننا نؤكد لأسرانا ولأبناء شعبنا الفلسطيني بأن المعادلة وأن عناصر القوة وأوراق القوة التي فرضت على المحتل أن يستجيب لصفقة وفاء الأحرار ما زالت هي ذات المعادلة، وما زالت هي عناصر القوة التي تملكها المقاومة ويملكها شعبنا الفلسطيني.
بدأت دار سوثبي البريطانية للمزادات بعرض مكتبة أستاذ العمارة العراقية الراحل محمد مكية وزوجته الراحلة مارغريت مكية على عامة الناس على أن يجري المزاد العلني في 19 من الشهر الجاري. وتضم المكتبة مخطوطات وأهم المراجع والكتب العلمية والثقافية وفن العمارة الإسلامية التي يعود بعضها إلى القرن السادس عشر. تقرير موسى سرور. مكتبة رائد الهندسة المعمارية العراقي محمد مكية تنتظر من يشتريها في صالة سوثبي للمزادات في لندن. هذا الكنز الثقافي يضم في طياته أكثر من 5000 كتاب ومخطوطة ومراجع علمية يعود بعضها إلى القرن السادس عشر والسابع عشر، جمعها الراحل وزوجته مارغريت على مدى عقود. يوجد العديد من المشترين المحتملين لمكتبة مكية التي تحوي العديد من الكتب المعمارية الجميلة والفن والأدب. نحن نتوقع قدوم الكثير من المهتمين من مؤسسات كبرى إلى هذا المزاد. كل قطعة في هذا المزاد تحمل قصة تحكي براعة وجهد مكية في المزج بين التراث والحداثة في فن العمارة الإسلامية. فضلا عن احتضان المكتبة تنوعا من ثقافة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي والعراق، كما أنها تضم نصوص وتخطيطات الرحالة الأوروبيين للشرق الأوسط. المكتبة غنية بكتب الفن والتصميم وعلم الآثار والسفر والتاريخ والأدب والهندسة المعمارية والدراسات العلمية. وهي تبحث وانجمعت بسنوات طويلة من قبل خبرة العميقة للدكتور محمد مكية طبعا وزوجته، فلازم أما الآن أقول البريتش لايبراري تحتفظ بها كرفرنسز أو مكتبة الأغا خان اللي في MIT هارفارد. المزاد الذي سيحضره ممثلون عن المتاحف العالمية ولا سيما المتحف البريطاني واللوفر الفرنسي بالإضافة إلى عدد من أثرياء العالمين العربي والغربي، ربما تأمل مؤسسة ديوان الكوفة الخيرية في لندن صاحبة المكتبة أن تفوز بالمزاد مؤسسات كبرى كي تحفظ هذا الكنز والإرث الثقافي من الفساد. رحل رائد الهندسة المعمارية محمد مكية تاركا وراءه إرثا ثقافيا وبصمات في إنجازات العمارة والفن، يؤمل من يناله أن يحافظ عليه من الضياع، لكن تبقى مسألة فتح أبواب المكتبة للأجيال القادمة الباحثين عن الفن والثقافة والحضارة معلقة على معرفة هوية الفائز بالمزاد. موسى سرور، لندن، الميادين. النشرة انتهت، في ختامها تذكير بالعناوين. قمة اسطنبول تنتقد إيران وحزب الله مع الدعوة إلى علاقات حسن جوار مع طهران، وروحاني يقاطع الاجتماع الختامي. وفد الحكومة السورية يسلم ديمستور التعديلات على الورقة المتعلقة بالانتقال السياسي. تظاهرات شعبية في العاصمة اليمنية صنعاء مناهضة للحرب والحصار. مكتبة رائد الهندسة المعمارية العراقية محمد مكية في المزاد العلني في لندن. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين في الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. إلى اللقاء.